جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا كان للإنسان بنات، هل لا بد أن يتأكد من الخاطب إذا تقدم لهن، أو يتوكل على الله؟ يتوكل على الله ويتعرف على الخاطب وعن أحواله من جهة دينه وأمانته وصلاحيته، يسأل عن هذا، يسأل عنه من يصاحبونه ويسافرون معه ويعرفونه. نعم.